ملابس نتوم اسئلته ملهاش حدود. وردة بتحاول تجاوب وانتوا معانا تسمعوا تعيشوا معاه حكاية وتستنوا النهاية. وهو يتعلم ويفهم اللي يتقالوا. حمد لله على السلامة يا توت. مالك راجع من المدرسة مقريف كده ليه؟ في ايه؟ اصلي كنت نايم في الباص وصحيت تحت لما وصلت. طيب يا حبيبي يلا فوق معايا كده عشان تتغدى ونقعد نعمل الهومور. قولي بقى حبيبي خدتوا ايه النهاردة في الكلاس؟ خدنا مش فاكر. طب اخدتوا عربي النهاردة؟ لا ما اخدناش عربي، الميس كانت غايبة. لا لا تقريبا خدنا بس انا نسيت. طب اخدتوا انجليش؟ اخدنا انجليش بس ما خدناش حاجه. يعني ايه ما خدتوش حاجه؟ مش فاهمه منك حاجه. يعني الميس دخلت لكم وشرحت الدرس ولا ما خدتوش حاجه ولا هي ما جاتش؟ ما تركز يا توت في ايه. تقريبا لا تقريبا هو في انت مش عارف الميس دخلت ولا لا ولا شرحت ولا لا. انت كنت فين؟ اصل بصراحه نسيت احنا خدنا ايه. بقولك افتح انت الشنطه وشوف احنا خدنا ايه بقى. معقول يا توت لسه راجع من المدرسه ومش فاكر انت خدت ايه؟ ده كلام. لا فاكر طبعا اخدنا رسم. طب وباقي المواد يا حبيبي ما خدتوش اي حاجه؟ مش فاكر الصراحه. يا ماما بقى افتح انت الكتب وشوف. ماشي يا توت انا عارفه انا هيحصل لي حاجه بسببك. يلا طب نبدا بالانجليش ونشوف عندنا ايه هوم ورك النهارده. لا خلينا نبدا بالعربي اصله اسهل. ماشي يا توت. بص معايا عندنا في العربي واجب اهو، حفظ النشيد وكتابته. اقول لك يا ماما ورده خلينا نبدا بالانجليش زي ما انت قلت اصله اسهل. وبعدين يا توت ما تركز شويه معايا، عاوز نبدا بايه بالظبط؟ ما انا مركز اهو يا ماما ورده. ماشي يا توت قوم هات ادواتك يلا عشان نبدا المذاكره. اخ نسيت حاجتي في الديسك، قصدي في المدرسه. هو كل يوم تنسى حاجتك يا توت وتنسى اخدت ايه وتنسى مذاكرتك وتنسى الهوم ورك؟ ممكن تركز شويه هتفتكر ايه يعني؟ حاضر يا ماما ورده اديني مركز اهو. طب ممكن تقوم تجيب ادوات تانية من المكتب عشان نذاكر بيها؟ حاضر يا ماما ورده. معلش يا ماما انت قلتي لي اجيب ايه؟ اصل نسيت. لا مش معقول كده يا توت، انت لحقت تنسى يا ابني؟ انت تعبتني بصراحه معاك قوي، ده انا لسه قايله لك حالا مسافه ما دخلت الاوضه كنت نسيت. قلت لك هات ادوات نذاكر بيها من جوه. ماشي يا ماما يلا نبدا مذاكره، انا جبت الادوات. هو احنا اتفقنا نبدا بالانجليش ولا بالعربي؟ اصل نسيت مش فاكر. مش فاكر. طب اقدر اعرف انت فاكر ايه يا حبيبي؟ فاكر انك وعدتيني انك هتجيبي لي اول الشهر العجله اللي فيها كاوتش عريض. طبعا هو ده اللي انت فاكره بس صح؟ ده كل اللي انت فاكره. طب مفيش عجله يا توت ومفيش اي حاجه خالص غير لما تركز في مذاكرتك. تعالي يا سمسمه انا خلاص مش قادره. كويس انك جيتي، بجد محتاجه اعمل اي حاجه غير اني اذاكر مع توت، مش قادره. مالك يا ماما ورده؟ انت عصبيه قوي النهارده، ايه اللي حصل؟ ما بيركزش في اي حاجه وعلى طول ناسي، ناسي اخد ايه في المدرسه، وناسي الميس جت ولا ما جاتش، وناسي شرحت ولا ما شرحتش، وناسي الهوم ورك، وناسي كل حاجه، حتى ادواته نسيها في المدرسه. طيب اهدي انت بس، ولو ما عندكيش مانع انا هدخل اشوف حكايته، ولو توافقي انزل اتمشى انا وهو شويه. لا طبعا ما عنديش مانع. ايه ده يا سمسمه انت جيتي؟ ايوه يا توت وانا نازله على طول علشان عايزه اتمشى شويه، ايه رايك لو تيجي معايا؟ يا ريت والله يا سمسمه، بس ماما ورده مش هتوافق لانها زعلانه مني. سيب ماما ورده عليا وانا هستاذنها. يلا قومي اجهز. انا هنزل يا ماما ورده مع توت شويه ومش هنتاخر، واحاول افهم منه ايه اللي خلاه ما بيركز. اوكي يا سمسمه يا ريت. انا جهزت اهو يا سمسمه يلا بينا. بص يا توت انت مش عارف اننا اصحاب وان انا بحبك وان انت زي ابني تمام؟ طبعا يا سمسمه وانا بحبك قوي وبحب حكاياتك. طيب بص انا هحكي لك حكايه خالد اللي خسر حاجات كتير عشان قله التركيز. احكي يا سمسمه.